يعني ماشي مخلصين وكيحملوا واحد الباتش صغر اللي هو ما عندوش الحق في التصويت. القرار الادبي حنا نشوفوا التصويت اي نعم بالامتناع بلا بلا او بالامتناع. كاين شي امتناع مكتوب عندنا في القرار الادبي صدق عليه بالاجماع فوتو التقرير المالي وصلنا الحمد لله وصلنا للهدف ديالنا داكشي اللي بغينا عندنا الحمد لله اللي كوردون صحيح وكلو بحال الا راه كنا كنرجينا اللي راه كنا كنتو فيروس اليوم الحمد لله كنتو فيروس راه واحد. وليكن في علمكم اننا لا نندد ابتداء بالعمل الجبار الذي قاموا به منذ 20 سنة ولكل جهد، ولكن نحن نظن بأن يجب أن تأتي دماء جديدة وفتية وقوية وذو طاقات وكفاءات تقوم بهذه الأمور كلها التي قدموها لنا. ما قدموه فهو أمر يفرح، ولكن الله أعلم على تطبيقه. طبعا ان نجحنا في هذه الانتخابات الامور بين ايديكم نسال الله بان حقا يرزقنا اتباعه والسلام عليكم. اننا تواقون لغد افضل لجميع الطبيعه طموحه رائده فاعله ومتفاعله مع محيطها المدني والرياضي تساهم في تطوير الرياضات البحريه بكل اصنافها. الله يحييكم، خلينا نتيو للنجاح. القانون الأساسي كيقول، اش كيقول القانون الأساسي؟ الإخواني كيقول الخطوبة وهذا هو. القانون الأساسي كيقول لك الأغلبية. إذا كانت عندكم الأغلبية السري دابا غنعملوا السري. إذا كانت الأغلبية كتقول العلني حنا عندنا التصويت وعندنا العدد وعندنا اللائحة. نائب الكاتب العام في المكتب السابق اللي انسحب، والثاني ديال وكيل اللائحه في المكتب اللي اليوم هنايا باقي في القاعه ديال الجامع العام الانتخابي اللي عملناه في مقر النادي الملكي تزوق شعب طنجه الموجود في طنجه مدينه بي. الاجواء دازت الجامع كامل داز مع وقت، من بعد تفاجئنا بالانسحاب ديال ممثل السلطه والمكتب السابق رغم الحضور الصحفي والتسجيل المرئي. كان انسحاب ما مفهومش علاش انسحبوا. كانت مفاجاه ديال الاخوان كاملين ديال الحضور كامل وديال الصحافه وديال ممثلي الشيبوري اللي باقي حاضرين معنا دابا، وممثل الجامعه الملكيه ديال الشراع اللي تا هو باقي حاضر معنا، اللي جا على الطلب ديال النادي باش يجي يحضر معنا الجامع العام ديالنا. الانسحاب ديالهم ما فهمناش. دابا حنايا كملنا التصويت ديالنا وعادي التصويت واش قانوني او لا عادي بان وصل اسبوع مع السلطات المعنيه، مع رئيس الدائره او لا مع القضاء.
احنا بالنسبه لنا اليوم خصنا نطالبوا من رئيس المحكمه باش يوقف الانشطه ديال النادي، او ماشي الانشطه ما يوقفش، يوقف على الاداره ديال النادي باش ما يوقعش انزال في اللوائح ديال النادي وتزادوا ناس اخرين اللي عاد يجيو من بعد، باش يبقى حتى اذا دوزنا اذا السلطات المحليه او المختصه قبلت هذا التصويت اللي قالوا احنا دابا تبارك الله ما قبلتوش، خصنا نعاودوا التصويت ولكن خصو يتعاود بنفس الحضور اللي كان 22 سنه 22 سنه عمل فيها انجازات بنا المقام القديم اللي بالسبب ديالو عطاونا هذا المقام اللي فيه حنايا دابا، رجل عيال المدينه، هادشي اللي وقع دابا ما فهمناش علاش هذيك، وإذا لاحظتوا النصيحه كان ديال السلطه ممثل السلطه صاحب هو الاول عاد تبعوه اعضاء المكتب، وان شاء الله يا ربي حنا في دوله الحق والقانون والديمقراطيه. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنسوش تفعلوا الجرس.